لفريق وادي دجله. مهاب سعيد، مهاب يلعبها وراسيه، وراسيه وهدف، وهدف في التوقيت المثالي. يدخل مين؟ دودو الجباس بالراس، يغير اتجاه الكوره، عملها مهاب سعيد، غير اتجاه الكوره براسه، راحت على يمين محمد فتحي اللي بيبص نظرات الحسره لانه صد اكثر من كره وحاول الحفاظ والخروج بالنقطه، لكن دودو الجباس اللي غاب كثيرا لكن رجع في توقيت ايه؟ في توقيت في الدقيقه 37 عشان يتقدم لوادي دجله. اهي مره تانية مع حضراتكم، هرب كده من الرقابه وراح ولف رقبته وغير اتجاه الكوره، راحت على يمين محمد فتحي، هدف التقدم ل